غنتكلموا على بزاف ديال النقاط ديال المساهمة. الحاجة الأولى الأشخاص المعنيين بها، الشروط ديال التطبيق ديال هاد المساهمة، كيفية ديال الاحتساب ديال هاد المساهمة، وشنو هو الالتزامات المتعلقة بالإقرار والأداء. النقطة الثالثة هي شنو هي الإجراءات الواجب اتباعها باش أنا كملزم نصرح في الوقت ديالي ونصرح بصفة سليمة. النقطة التالية هي غنشوفو نموذج ديال الإقرار. ملي نتكلمو على سيبو المساهمة الموحدة، نتكلمو على جوج ديال التصاريح، تصريح برقم المعاملات، ويقدر إذا اقتضى الحال يكون تصريح يتضمن زائد ديال القيمة والتعويضات اللي عندها علاقة بالأصل التجاري ديالي بالمحل ديالي. مرحبا بك انت المشكل. النقطة الثالثة هي نشوفو أنا كملزم كيفية ديال الأداء، كيفاش أنا هاد الضريبة هادي كيفاش أنا من غدا غنأدي، كيفاش غنخلصو، شنو الطرق اللي مسموح ليا نخلص بيهم، كيفاش. هادشي كامل غادي نشوفوه إن شاء الله اليوم. الحاجة الأولى وقت اللي تنتكلمو على الضريبة ديال الدخل، تنتكلمو على واحد الضريبة اللي كتمس خمسة ديال الأنواع ديال المداخل. وفي الحالة ديالنا المساهمة الموحدة المهنية كتخص المداخل المهنية فقط، والمداخل المهنية خاضعة لبزاف ديال الأنظمة. كاين النظام الأول هو النظام ديال النتيجة الصافية الحقيقية، كاين النظام الثاني هو النتيجة الصافية المبسطة، وهاد جوج ديال الأنظمة هما اللي كنسميهم لا كونطابيليتي يعني نظام المحاسبة، وكاين النظام الثالث هو النظام الجزئي، وهو النظام اللي الناس اللي كانوا فيه معنيين بالمساهمة المهنية الموحدة. وكاين النظام الرابع والأخير هو نظام المقاول الذاتي. شكون هما الأشخاص المعنيين بهذه المساهمة المهنية الموحدة؟ أول حاجة هما الملزمين اللي عندهم دخول مهنية، اللي كان يحدد الدخل ولا الضريبة ديالهم على حسب النظام الجزافي، يعني كانت الإدارة كتقدر شحال الضريبة اللي غتخرج لك، ماشي بناء على الإقرار ديالك وبناء على التقدير ديال الإدارة. السلطة التقديرية. الحاجة الثانية هما الملزمين الذين الملزمين أصحاب المهن والحرف اللي يلاه تسجلوا 2021 وكانوا اختاروا النظام الجزافي، ولا اختاروا مباشرة هذا النظام ديال المساهمة المهنية الموحدة. والفئة الثالثة هما واحد الفئة اللي كانت خاضعة لنظام المحاسبة، ولكن بحكم أن رقم المعاملات ديالها ولا أقل من 2 مليون ديال الدرهم من السقف المحدد في القانون، يمكنهم يختاروا يوليو خاضعين هذا النظام. ملي تقولوا هذا النظام تقولوا يستثنى منه بعض الفئات، وهذه الفئات محددين بقانون ويمكننا نختصرهم، وان شاء الله هذا بريزونطاسيون هذا التقديم غنشاركوه معكم في النهاية ديال التقديم. مثلا أو الخبراء المحاسبين، المستشارون، أصحاب الأرباب الفنادق مثلا ممنوع عليهم يصرحوا وفق هذا النظام، الأطباء، الموثقون، المحامون، مجموعة ديال الفئات وأغلبية فيهم ديال الخدمات، أغلبية فيهم الخدمات، هادو يستثنون من هذا النظام. كيفاش دابا يمكن لك انت كمهني تقول انا كمهني شنو الالتزامات اللي خاصني ندير، شنو الحوايج اللي مهمه بالنسبه ليا، ولا انا كمهني كنت خاضع لواحد النظام وبغيت نخضع لهذا النظام الثاني. في هذه الحاله يمكن لي في الوقت اللي جيت نتسجل في الاداره مثلا جيت في 2021 كنعمر هذيك الاستماره وكنحدد بانني بغيت نختار هذا النظام، ولا الاداره بالنسبه للفئه اللي كانت خاضعه لنظام المحاسبه وبحكم رقم المعاملات ديالها ولا اقل من المسموح به قانونيا وفق هذيك المده المسموح بها، يمكن لها قبل فاتح ابريل من السنه المواليه ديال التصريح تبدل النظام الجبائي ولا النظام الخضوع الجبائي ديالها لهذا القانون. شروط ديال التطبيق ديال هذا النظام، اول شرط هو باش نبقى خاضع على هذا النظام ديال المساهمه المهنيه الموحده، اول شرط يكون رقم المعاملات. وهنا يمكننا نفصل ما بين جوج ديال الاصناف ديال المهن،
كاين مهن كل تتعلق بالانشطه التجاريه والصناعيه والحرفيه، وهنا كنتكلموا على رقم المعاملات ما خصوش يتعدى 2 مليون ديال الدرهم. وكاين مهن عندها علاقه بالخدمات، وهنايا الاداره محدده سقف ديال 500000 درهم ما خصوش يتعداها. وكاين الشرط الثاني هو الانخراط في الضمان في النظام ديال التامين الاجباري عن المرض، وملي تنقولوا النظام الاجباري يعني وفق القوانين التشريعيه والتنظيميه الجاريه على العمل. كيفاش هاد المساهمه كتحسب؟ انا كتاجر بغيت نعرف دابا شحال ندي، حيت هذاك الشيء غنقدي انا تنفكر كيفاش بعدا داك المبلغ خاصني نوجدو، بعدا شنو هو هاد المبلغ هذا؟ شحال واش الاستطاعه ديالو مش الاستطاعه ديالو؟ الحاجه الاولى ملي تنقولوا المساهمه الموحده المهنيه تنقولوا مجموعه ديال الضرائب اللي جمعناها في ضريبه واحده، يعني بلاصه ما تجي كل ضريبه في وقت بوحدها في زمن بوحدو، انت تخص واحد النوع ديال الدخل غتولي تجيني ورقه واحده فيها مجموعه ديال الضرائب اللي كتجيني واجل واحد. وهنا تنقول بان الضريبه المهنيه ولا المساهمه المهنيه الموحده ديال 2021 كتساوي الضريبه ديال الدخل اللي عندي زائد اللي كانت تجيني يعني هي زائد الضريبه ديال الرسم المهني ديال الفرد في المهني زائد ضريبه ديال رسم الخدمات الجماعيه بالنسبه للصنف المهني. يعني انا تنستغل المحل ديالي ديال فيه نشاط تجاري، المحل الملكيه ديالي وانا كنستغل فيه الاصل التجاري ديالي، فهاد الحاله كتخرج لي واحد الضريبه ديال الخدمات الجماعيه. ملي تنقولوا مثلا الضريبه المهنيه تنقولوا يقدر الملزم يكون تيستغل من بعض الاعفاءات، مثلا ملي تنسمعوا الضريبه ما تنقولوا راه عندك 5 سنين الاولى دير ديك زونيراسيون، 5 سنين الاولى تعفى من هذيك من الضريبه المهنيه، وفي هذه الحاله القانون هنا غادي يحافظ على ذاك المكتسب ما كيدخلش في الاحتساب. هكا كنتي معفي باقي انت في ديك المرحله ديال الاعفاء ديال 5 سنين ديك، حيت كاين 5 سنين بدايه النشاط، اذا انت باقي في ديك المرحله ديال الاعفاء راه ما كيحسبلكش ديك الضريبه المهنيه، يعني زيرو كتحسب لك عام ما كاين شي حاجه شي دخل خلصتيه مثلا شي حاجه هي اللي كتحسب لك. لا لا الضريبة المهنية باقي انت ما في منها مستحيل، حيت التجارب درت اكثر من 20 درت انا هذا زعما شي كل شيء لا عفوا لا نكملوا هو هنا مجموعة ديال الملزمين تقول لك اييه انا دابا عرفت الضريبة اللي غتخلص لا هو في هنا مجموعة ديال الملزمين تقول لك انا عرفت دابا القيمة ديال الضريبة اللي غتخلص ولكن هذا الواجب التكميني شحال هو؟ كيفاش غنحسبو؟ هنايا الواجب التكميني كنصدر في القانون على حسب الشريحة ديال الضريبة اللي مفترض فيا تأديها، وهنايا عندي جوج ديال الاختيارات يا إما الأداء الربع سنوي ولا الأداء السنوي، يعني غنخلص في شهر 3 ربع، في شهر 6 غنخلص ربع، في شهر 9 ربع، وفي شهر 12 إن شاء الله ربع. وبنفس الضريبة وبنفس الطريقة يمكن لي أدي الضريبة ديالي مقسطة بنفس المنهجية. لا تستسلم رجع شوف هنايا بالنسبة لهذه شريحة الواجبات السنوية بتاعها مثلا باش نبسطو أكثر، هنا أنا مثلا مسالس خلص الضريبة ديالي، الضريبة اللي جاتني في حقي جاتني 400 درهم ديال الضريبة على الدخل السنوي كتجي في هاد لابخونش، يعني سنويا أو لا سميتو سنويا 1200 درهم ديال يعني التغطية الصحية، يعني إذا كنتي هنا غتعطيك هادي، عاد كنتي هنا كتخلص الضريبة ما بين مثلا 800 درهم ديال الضريبة على الدخل، كنتي هنا غادي تجي 1560 درهم في العام، بغيتي تقسمها على 4 ها شحال كتعطي، وهي غلط بمعنى إلا لاحظتوا هو غادي بشكل تزايدي بالنسبة للي كيخلص أقل ما عندك عندك كتساهم واحد المساهمة إضافي أدناها 1200 في العام أقصاها 14400 درهم في السنة. هنا مجموعة ديال الملزمين تسألوا كيفاش يمكن لي أنا كملزم نقدم الإقرارات ديالي الضريبية، يعني ندير لا ديكلاراسيون ديالي وقتاش الأجل القانوني، هاد لا ديكلاراسيون كيفاش
يمكن لي نعبر على هذيك لا ديكلاراسيون ما يحتاجها شي واحد مثلا محاسب ولا كاتب عمومي. انا كملزم نكون مسؤول على التصريح ديالي ونعرف راسي انا شنو درت في التصريح ديالي. هنايا القانون حدد اجل بان الملزمين ملزمين بالتصريح قبل الفاتح من ابريل من سنه 2021 بالنسبه للدخول اللي تحققت في سنه 2020. يعني ان شاء الله في نهايه هذا الشهر يكون كل شيء مسرح ان شاء الله يكون كل شيء مسرح ولواحد النسبه ان شاء الله كبيره تكون مسرحه. ونتمنى ان شاء الله يكون التمديد باش يكون عندكم فرص اكثر باش تصرفوا. وهنايا من تنعمر التصريح ديالي يمكن لي نصرح بالضريبه بالنيه ديالي ديال الاداء. واش انا اختاريت ندي ربع سنويا ولا سنويا؟ من تنقولوا الاداء تنقولوا غادي الضريبه ديالي زائد الواجبات التكميليه غاتديها بجوجهم للاداره ديال الضرائب. والاداره الضرائب اللي كتكلف بانها تعطي اللامو الصندوق ديال الدوله الحصه ديالها. هنايا يمكن لي من الوقيته اللي كنقوم بالاقرار الحاجه الاولى كاين جوج انواع ديال الاقرار كيف قلنا. كاين اقرار رقم المعاملات اللي حققته خلال السنه الماضيه وهنايا الاجل القانوني قبل الفاتح ابريل من سنه 2021 بالنسبه للمداخل ديال سنه 2020. وكاين الاقرار الثاني هو ديال واحد النقطة. نعم واحد النقطة غير بالنسبة ديالنا غير بالنسبة ديالنا حنا بالنسبة للتصريحات راه كاين واحد 99.99% غير باش يصلحوا ولكن راه ما عندهمش شي خلاص. متفقين هذا راه إشكال غيمشي يصلحوا ولكن ما عندهمش شي خلاص. متفقين خصنا غير توضيح في هذا الأمر. متفقين هي اللي كتمثل التجار والخدماتين والصناع لا يؤخذ برايها. هذا لا يعني انه تقصير من جهتنا، بالعكس راه الاخوان حاضرين مشاهدين على كل شيء. يعني من خلال المرافعات ديالنا في واحد المجموعه ديال الملفات يعني حتى في القانون وفي الدستور يعني حتى بالنسبه للغرف عندنا دور استشاري فقط. يعني ممكن ذاك الراي ديالك ياخذوا به ممكن ما ياخذوش به، عندك دور استشاري كيجيو يستانسون براينا، كتعطيه واحد المجموعه ديال المعطيات اللي حنا كنعيشوها على ارض الواقع اللي كيعانيو منها التجار المهنيين كذا وهذا. واحد عدد القطاعات ممكن ياخذ بها ممكن لا، بعض الخطرات كتلقى على انه الدوله ولا الحكومه كتاخذ داك الشيء اللي كيسلكها هي عندها عاش، فطبعا خاصها تعطي العاش ديالها من خلال واحد المجموعه ديال المبادرات اللي هي كتشوف فيها على انها راه في مصلحه التجار المهنيين وكذا. ولكن هي ما شافتش المعاناه ديالنا لا في ظل هذه الجائحه ولا قبل ولا دابا. دابا راه كاينه مشاكل حقيقيه، كاين اللي عليه سبع شهور ثمان شهور ديال الكلا ديال المحل وديال الدار، طريطات راجعين، ليطرات، الناس كتغرق. يعني قبل ما نناقشوا هذا المشكل ديال التغطيه الصحيه وهذا الشيء ديال النظام المواسيبي ولا هذا، راه يفكوا معنا المشاكل اللي كنعانوا منها عاد، راه بعدا يوقفونا، راه بعدا نوقفوا على رجلاتنا، عاد راه ديك الساعه نمروا لهاد الخطوه هذه، وحنا مستعدين. كل شيء هيدك الكموني
دور غرفة شكون تعرفوا النظام الأساسي ديال الغرفة، بقيت منا كل الإخوان يقراو النظام الأساسي ديال الغرفة. الغرفة ما كتشرعش، اللي كيشرع وهو البرلمان، و مجلس المستشارين هو اللي كيشرع مصادق عليه. الغراب هيئة الغراب على الصعيد الوطني ولا على الصعيد ولا الغرفة على الصعيد الجوي كتهوس اقتراحات، كتمشي توصل لهم فين كنتمثلو حنا مفهوم هاد الإخوان، حنا كنتمثلو في مجلس المستشارين، الغراب كيتمثلو في مجلس رجال الأعمال اتحاد مقاومة الضريب كيتمثلو في مجلس المستشارين، الفلاحين كيتمثلو ولكن شحال هما بيهم؟ بيهم 120 قلة ما يقدروش يطيحوا الحكومة، هادي خصهم يفهموها، راه هادشي كاين داخل قبة البرلمان وداخل لجنة المالية. بطبيعة الحال الدولة راه غتراعي هادشي اللي ديال الآفة، كلشي غرق، راه ماشي نتوما، راه غرق الجميع. الإخوان الإخوان، كنشكرو السي سمير، كنشكرو السي سمير على المداخلة ديالك، وكونوا متيحين على الحمل على العاتق ديالي كيف ما درتها مع الناس ديال القصر التجار القصر الكبير، أنه في النهاية عطاوني واحد جوج ديال الطلبات، قلت لهم هذه تحت المسؤولية ديالي غادي نوصلها. وصلت مع شوية وصلت لهنايا وصلتها في ميساج. ها شكون كيطلبوا الاخوان ديال المنصر، ها شكون كيقول لك واش النقاط ديالي من ضمنها اللي قال سي سمير قول له وصلته. دونك الدور ديالي انا وعن حده على المسؤوليه ديالي اني غادي نوصل انه ياخذوا بعين الاعتبار هذه الظرفيه هذه، واش هناك امكانيات ديال انهم شي تخفيض او هذه او لا بشي طريقه اللي كيشوفوها هما تكون مناسبه، راه كانت راه صيفطها غادي نديرها حتى اليوم ان شاء الله يا ربي. اي واحد نقطه سي مصطفى عايز يزيدوا واحد طلب اخر طلب راه راه كيتوفوا. تصريح برقم المعاملات ونت اجالي بحدود الاداره والطاقه التي قبلت، والالتزام المتعلق باقرار الذي يتضمن زائد القيمه والتعويضات اللي عندها علاقه بالتفويض ديال السجن التجاري ولا ديال الاصول التجاريه. وهنايا القانون يحدد واحد المده ديال 45 يوم ابتداء من التاريخ ديال التفويض والتفويض ديال العام. هنايا المشرع حط طرق ديال الاداء اللي يمكن لهم يكونوا جوج، يا اما اداء سنوي او اداء ربع سنوي. شنو هي المسطره اللي واجب اتباعها باش انا كمهني نصرح على ثلاث طلبات ما نحتاجش شي؟ هذه مهمه الاخوه الله يخليكم كلشي يشوف هنا، لان هذه كيفيه الولوج لهذه المنصه ديال سي بي او. الله 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 هادي عم الله تقوى خل عن نقشوها خلي عيب ريزولتي خلي كمل هاي كمل بعد اسمعني اسمعني الله يرضي عليك خلي ندوز هاد الشيء وراه غنفتحكم باب النقاش غير خصنا نظموا وغادي الحاجه اللي غنجاوبكم غنجاوبكم اللي عقول لكم قال غادي نوصل ان هاد الاخوان شنو كيطالبوا غادي نديروها. دونك انت بالنسبه لك قلت لك عندكم 4 ساعات ديال الناس ديال لي بيتون طابون الناس ديال البواسون الحوت هذوك خلق حاله خاصه غادي نناقشهم المشكل ديالهم اللي راه انا بالنسبه ليا لا بالنسبه ليا انا صافي تحل هذو كانوا الاخوان كيجيو. المهم ما ندخلش في الديتاي تيسالي الاخ ونزيدو النقطه ديالك تيسالي الاخ ونكملو. اول حاجه خصني نوجد الموقع ديال الاداره ديال الضرائب اللي هو www.tax.gov.com ثم غنمشي للخدمه ديال سيمبل سي بي يو وغندخل مجموعه ديال المعلومات اللي الاداره خصها تبغي تحقق من الهويه ديالي الضريبي ما بين المعلومات التي تحتاجها الاداره رقم التعريف الضريبي ديالي ورقم البطاقه الوطنيه ديالي. فمن ثم غنطلب من الاداره مجموعه ديال المعلومات الاضافيه منها البريد الالكتروني ديالي رقم الهاتف ديالي ثم شنو الرمز اللي بغيت نستعمل ككلمه السر والتسميه اللي بغيت نستعمل المرافقه الكلمات ديال السر. وهنايا يمكن لي ندير اقرار الضريبي ديالي عبر البوابه الالكترونيه تاكس بوندو بوندو
وندير الاداء ديال الضريبه ديال التعرف يعني من جهه ثانيه خلينا غنشوف واحد النموذج ديال كيفاش انا كملزم يمكن ندير الاقرار ديال اول حاجه غندخل البوابه www.taxpan.com اللي هي هذه وان شاء الله التقرير غنحاولوا نتقاسموا كامل بينا باش اي واحد عنده صعوبه باش يعقل على هذه المراحل تبقى عنده هذه النسخه باش يتبعها كاملها ملي كندخل الموقع ديال الاداره ديال الضرائب تلقى بزاف ديال مجموعة ديال النقاط سيمبل تي سيمبل اي انريجستمون تاع و سيمبل سي بي انا كنقول هادي يعني سيمبل سي بي ملي كنكليكي على هاد سيمبل سي بي اللي محاطة بالاحمر الصفحة العربية معكم سي بي هي المساهمة المهنية الموحدة هي سي بي سي صافا لا باقي خويا زعما الابليكاسيون واش فيها العربية العربية ما كاينش الحاجة الأولى يمكن ليا أنا كملزم الإدارة المفرعية بعض المعلومات هنايا في هذا النطاق يمكن ليا ندير ناقص الحاجة الأولى هنايا الجيد ديال سي بي شنو معنى الجيد واحد نموذج طبيعي كيفاش انا نصرح كملزم الحاجه الثانيه بيان توضيحي واحد البيان مختصر ديال الاداره كتوضح ليا فيه شنو هما المراحل اللي خاصني نولج ليهم باش يمكن ليا نصرح ونادي والحاجه الثانيه واحد لانوت اكسبليكاتيف واحد البيان توضيحي بلغه فرنسيه اول حاجه بالنسبه لكل الملزمين لوقيتها تنكليكي على اكسي او سيمبل سي بي يعني المولوج بالنسبه للتصريح تخرج ليا هاد النافذه اللي سميتها كونتريبيسيون بروفيسيونال اونيك هذه المساهمه المهنيه الموحده وهنايا النظام تقول ليا واش انت ديجا منخرط ولا لا الا كنت انا ما منخرطش فهنا الاداره حاطه واحد جوج ديال ليزيكون ليكون الاول هو صغير الانخراط وليكون الثاني هو المود باس في حاله ضياع الرمز السري بالنسبه ليا وهنايا اول ما كندير لاديزيون يعني كنبغي نشارك في هذه الخدمه تطلب مني النظام المعلوماتي مجموعه ديال المعلومات اللي خاصه بالهويه الضريبيه ديالي الحاجه الاولى تطلب مني رقم التعريف الضريبي ديالي انا كملزم عندي واحد رقم التعريف الضريبي فمجرد ما كندخل هنايا والنقطه الثانيه تيطلب مني رقم البطاقه الوطنيه ديالي فملي كندخل هاد جوج ديال المعطيات تعطيني واحد الرمز ديال تيقول بان هادشي ماشي فالسيفي يعني ماشي اوتوماتيك ماشي كاين ان سيستم النور هو اللي كيدير هادشي بان انا كشخص انا اللي كنديرو فمجرد ما كندير هاد جوج ديال النقاط بعد الحالات تيطلب مني ندخل رقم ديال الباتونت ديالي الى عندي الا ما تعرفش عليا النظام وشحال الضريبه كتجيني ديال لاباطونت الا كانت تجيني لاباطونت الا كانت عندي ليكزونيراسيون يعني فتره ديال الاعفاء ديال لاباطونت تندخل زيرو النقطة الثانية النظام كيوجهني لواحد الصفحة واحدة أخرى كطلب مني هاد الصفحة الحاجة الأولى الاسم تتقول لي بغينا نتفقوا الله يخليك من البيانات ديالك الاسم العائلي ديالك الاسم الشخصي ديالك رقم الهاتف ديالك الايميل ديالك اللي هو غندخلو هنا والرمز ديال التاكد فمجرد ما كندخل هاد جوج ديال المعطيات يتم اوتوماتيكيا البعث واحد الرساله الالكترونيه ديالي اللي هي انا كملزم في البريد الالكتروني ديالي اللي كتقول لي الاداره راه وجهت واحد الرساله اللي فيها مجموعه ديال المعطيات
الالكترونيين باش تسمح لي بالهولوج ديالك للتصريح. وهنايا ما بين هاد المعطيات يمكن نختصرهم بحال هاد الورقه اللي كتوصلني فيها رقم التعريف الضريبي ديالي، رمز الدخول، واحد المختصر ديال المعطيات اللي قدمتها، الاسم الشخصي ديالي، البطاقه ديالي، زائد واحد الكود باس اللي انا كنت اختاريته، واحد الرمز السري اللي كنت انا اختاريته، وهذا وفي هذه الحاله يمكن يرجع للبوابه وندخل هذه المعطيات ديال الرمز السري وديال التسميه اللي بغيت ندخلها هنا في ديال هنا ندخل الرمز لوغين ديالي والرمز السري اللي انا اختاريته. تفضل تكلم. هذا بالنسبه للتدخل ديالي كاين واش ندير جيميل ولا بريد الكتروني واش غيكون ديال كل شخص بوحدو اللي ما عندوش ولا يمشي لشي مواقع ولا كيفاش؟ والله هو يجاوب الناس واخا مثلا الاخوان ما عندهمش شي مال الناس كبار انت كتعرف بالنسبه للطريقه اللي كيجي يصرفوا بها سير مشروع واخا هنا كندخل اللوغين ديالي انا كشخص والمود باس ديالي فمن بعد غنولجو النموذج ديال هذا الاقرار ديالي انا كشخص كيفاش داير هذا الاقرار وقت تندخل هذه المعلومات شنو النظام كيوجه لي الى نافذه النافذه اللي كيوجه لها النظام هي الحاجه الاولى هنايا فوق تعطيني التعريف الاسم ديالي والنسب ورقم التعريف الضريبي ديالي وتقول لي النظام راه تعرف عليك انت هو الشخص الفلاني ودابا كتسمحوا لك دير الاقرارات الضريبيه ديالي بصفه سلسه هنا كنلاحظوا في هذه النافذه خاويه هنا تيكون رقم التعريف الضريبي هنا رقم التعريف الضريبي ديالي وهنا الاسم ديالي وهنا كاين واحد ليكون اللي سميتها المنيو شنو معنى المنيو يعني مجموعه ديال المعطيات اللي حطها الاداره باش تسهل عليا المسطره ديال التصريح ديالي فملي كنكليكي على المنيو كيخرجوا لي مجموعه ديال المراحل تو انت كشخص بغيتي دير اقرار برقم المعاملات ديالك انت كشخص بغيتي دير اقرار بالقيمه الزائده ديال التفويض ديال البوصول اسمح لي هاد المساله اللي كيقول سي سمير دابا بهاد الديتاي اللي قال هذا العام الجاي دابا التصريح واجب هاد المعطيات اللي عتدخل كما قلت لكم في الاول ان رقم المعاملات وداك الشيء راه عتطلع لكم هذيك لاباز ديال اللي هضرنا عليها قبيله بمعنى ما فيهاش واحد المجهود تقدر تهبط عليه حتى وتفاليدي يعني ما فيهاش داك الديتاي هذا ان شاء الله حتى العام الجاي غتولي انتوما تصرحوا شي في الدار كامل غنتكلموا على هذا غير هنايا تنحاولوا نوضحوا للملزمين مجموعه ديال المعطيات باش يتقنوا باش هما تكون عندهم القدره على باش التصريح ان شاء الله حاليا ومستقبلا والنقطه الثالثه النظام تيسمح لي خاصني ندير التصفح شنو معنى التصفح يعني انا كملزم قدمت واحد التصريح اديت يمكن لي نفيريفي الى كنت شاك بان صرحت ولا ما صرحتش ولا اديت ولا ما اديتش بان هذيك الخدمه وهذاك الاقرار وهذاك الاداء راه داز فات فاليدا يعني راه مقبول من طرف الاداره تم في الوقت ديالو النقطه الاولى اللي كنا تنتكلموا عليها بالنسبه للمساهمه المهنيه الموحده الاقرار برقم الاعمال ولا رقم المعاملات وهنا الاقرار تندخل السنه الماليه ديال الاقرار وكندخل اقرار عادي بحكم بانه ما كاينش نشاط وهنا بالنسبه تتفتح لي هذه النافذه اللي فيها مجموعه ديال المعطيات الحاجه الاولى تقول لي هذا اقرار عادي ديالك الرقم ديال التامين الاجباري ديالك والتاريخ ديال الانخراط ديالك في الضمان الاجتماعي فإلا هبطنا شوية في لاباج تلقى الإدارة مجدات ليا رقم المعاملات ديالي يعني بخير غومبلي يعني ديجا واجد وهنا كدير أن كالكول واحد ليستيماسيون واحد التقدير شحال النسبة ديال الضريبة اللي غادي تجي وشحال المساهمة إضافية ديال الواجبات التكميلية وهنا النظام هنا تعطيني التقدير شحال خاصني نأدي أنا كشخص فهنايا تنبغي نوضح واحد النقطة أنا كملزم عندي الصلاحية بأنني نقوم بالإقرار الضريبي ديالي في وقته وعندي الصلاحية نقوم بالإقرار ديالي ولكن ما نفاليديش شو معنى ما نفاليديش نخليها في الإطار ديال الوسخ ديال البغيو باش في حالة ما اتضح بأنني بغيت ندير إضافات بغيت نقص شي حاجة بغيت نزيد شي حاجة تتبقى لي الصلاحية وتبقى لي الحق سي سليم بالنسبة للشخص اللي عنده ثلاثة المحات أربعة المحات
هنا يا الله يخليكم غير يمكن هنا لا بريزونطاسيون ما بيناش اكثر من زيد تكون عليك هاد المحلات بعض المحلات في هاد البلاصه تيخرجوا المحلات ديالي بالنيميرو ديال لي باطونت ديالهم وكل محل تلقى الاداره مقدره تقديرا شحال المداخيل ديال المحلات إذا ما شفتي داكشي غير مناسب كاين شي حيتيات بزاف الامور نتوما انا واخا ما طلبتهمش انا غادي نقول بحال مثلا انت كتشوف كنتي في واحد الوقت معين بان لك بان داك المحل ماشي ما كيدخلش داكشي اللي كيخرج لك كتجي لعندنا كتشكى كنقصوا لك هذاك اللي نقصنا عليك هذاك هو اللي خصو يبقى بعين الاعتبار ماشي القديم اللي كان مرتاح فيه خصنا ناخذوا لك داك الجديد بمعنى اي حاجه مثلا فيها شرب باش قلنا احنا دابا كتدخل كتشوف دائما غير ملي كتجي الاداره انا هذه ربما ما تخدمتليش بعين الاعتبار واحد الشيء كاين اللي نتوما قصتوها لي وما خديتوهاش بعين الاعتبار كنصلحو حنا كندخلوها وكنصلحو هاد المعطيات هذه استاذ هسه هذاك النموذج اللي دايت تما الواجب التكميلي ديال زيرو علاش ما علاش ما حسبوش مازال غنشوفو نماذج وحده اخرى غنشوفو نماذج وحده اخرى ولا تخرج اي غنشوفو نماذج وحده اخرى وهنايا تتبان لكم هنا كاين خاصيه ديال الحفظ والخاصيه ديال لافاليداسيون يعني بان انا نتيقا من الاقرار ديالي وبغيت نصرح به بصفه نهائيه هنايا بالنسبه لملزم اخر اللي تيقول لك انايا مسجل في الضمان الاجتماعي وانا عندي واحد الرقم هنايا تخرج له واحد المواطن واحد الواجب تكميلي اي والحاجه الثانيه انا قمت زعما بالتصريح ديالي قمت بالاقرار قمت بالاقرار برقم المهمات ديالي الاداره حطت واحد النموذج سميتو غير سيتيزن واحد النسخه بان بان الشخص قام بالاقرار ديالو بالنسبه للسنه الماليه وهذا التوقيت اللي قام فيها الاقرار وهذاك الغوسو ولا ريسيبيسي تكون بحال هذا الشكل فيه التعريف الضريبي ديالي الاسم الشخصي ديالي السنه الماليه اللي قمت بها والنوعيه ديال الاقرار اللي قمت به نعم لا هي بحال واش تمام هو الغوسو ديال الديبو النقطه الثانيه غنشوفوها هي نموذج التطبيقي ديال الاقرارات اللي تتعلق بالزياده ديال القيمه والتعويضات اللي عندها علاقه بالتفويض ديال الاصول التجاريه والعناصر اللامادية ديال المحلات فهنايا الاداره وضعها واحد دوزيام فولي سميتو ديكلاراسيون دي بلو فاليو الاقرار ديال زائد القيمه والتعويضات اللي عندها علاقه بالمحل التجاري ديالي وهنايا الاداره الى لاحظتوا حاطه مجموعه ديال الحويجات انا كشخص ملزم الى كنت ديت هاد العمليه ديال التفويت ولا تلقيت واحد لانديميتي واحد التعويض عبر مجموعه ديال المعطيات منها المبنى ديال الباطونس ديالي منها الرقم شحال الفائض يعني الفرق ما بين القيمه ديال الشراء والقيمه ديال البيع وهنايا كيبقى نفس هذه المعامل ديال 20% كيطبق على الفائض تطبق على الفائض يعني على الفارق ما بين باش بعت وباش شريت 20% يعني 20% بالنسبه لجميع الملزمين وهنا يمكن نشوفوا نموذج بان ملزم تأدى مثلا صرح بان عنده واحد الفائده ديال مليون ديال الدرهم والسيستم اوتوماتيكمون كيدير لو كالكول تيدير واحد الطريقه ديال الحساب باش يعطيه تقريبا القيمه اللي خصو يديها هدف ولا الفعل اللي كنت فاهم دابا في النظام واحد مليون و200 فين كتجي 38% دابا كتجي في 20% يعني 18% 800000 20% فهمتي دونك هاد 30 و34 و38 حيدات فيه النقطة الثانية اللي قالها السعودية هي كانت شحال هذه كانت هاد القيمة ديال التفويت اللي خدع الضرائب كانت زاد على المداخيل ديال الاخرين يعني التجميع ديال المداخيل ديالي وهنا تيكون الاثر الضريبي ديالها هذا وتكون واحد الارتفاع اغلب الاحيان غير متوقعه من طرف الملزمين النقطة الثالثة هي انايا كملزم ديت دابا التصريح ديال بالنسبة للتفويت مثلا ديال الفصل التجاري السيستم تيعطيني واحد المعلومة الحاجة الأولى واحد البريمي
اللي فيه مجموعة ديال التعاريف خاصة بالأداء ديال الضريبة ديالي. الحاجة الأولى هنا لقيت اللي باش نرجعو لقيت اللي درت التصريح برقم المعاملات اختاريت الطريقة ديال الأداء واش سنوية ولا ربع سنوية. هنايا في الموقع ديال الإدارة ديال الضرائب هادشي غينعكس على الأداء ديال الضريبة ديالي اللي اختاريتو في الأول في الإقرار. وهنا الإدارة غتذكرني غتقول لي بأن اختاريتي الطريقة السنوية ديال الأداء وها آخر أجل فين عندك باش تأدي وغتخرج ليا هاد لاسيسيون دفع المساهمة المهنية المحالة. أنت كشخص اختاريتي الطريقة السنة المالية اللي غندفع فيها المساهمة هنا مثلا كون غنشوفها أكثر وموراها غادي يكون لي إدارة ديال الضرائب مفرمج مجموعة ديال القنوات ديال الأداء. يا إما يمكن لي نأدي بالبطاقة البنكية ديالي في الموقع ديال الإدارة ديال الضرائب يا إما يمكن لي نأدي على طريق الأبلاك على طريق وكالة التحويل ديال الأموال على طريق مجموعة ديال الشركاء وديال المتعاملين. فالوقت اللي كانت تدي الضريبة ديالي على طريق الشركاء إلا كتعطيني واحد الرمز اللي يمكن لي أي وسيط مالي أي وكالة ديال التحويل ديال الأموال يمكن نعطيهم داك الكود وعلى طريق داك الكود تدخل هما وكيخرجوا هذاك المونطو هذاك المبلغ ديال الضريبة اللي كنخرج ليا أنا. ونفس الشكل تعطوني تا هما أنغوسو واحد الرسيد بيسي بأن فعلا تديت المبلغ. الإخوان نقطة ما تطرقنا لها شي ومهمة هي بالنسبة لرقم المعاملات كاينة في الطابلو اللي ديال لو كالكول ديال الضريبة كاينة جوج ديال أنواع رقم المعاملات. رقم المعاملات العادي ديال التجارة اللي كيتم مباشرة مع البائع والمشتري هذا كيخضع 100% وبالنسبة اللي كيدار عن طريق باغ لو بايمون موبيل عن طريق الهواتف وكيكون يعني عنده واحد لا تراسابيليتي في الباركود هذاك معفي. إذا المعاملات يعني بالتليفون الناس باغي يشري داكشي اللي كتبقى ديك لا تراسابيليتي هذيك واخا تكون مليار ديال البيوعات ما كتخلص عليها حتى درهم غير خاطئة معفية. وكاين اخوان مشاو كاين هنا بطبيعه الحال ما عندناش لان عمرنا ما درنا هذه الامثله ولكن كاين الناس اللي مشاو بعيد في هذا الاداء عن طريق البيمون موبيل. هذا رقم المعاملات كيف ما كان الحجم ديالو ما فيه كيخلص ليه زيرو. واحد كريم بحال معنا في 5000 درهم ياك مني بحال كريم وغادي يخلص واحد المجموعه ديال هذا وواحد غير في التليفون كيعمل الطاق ما خلص والو مع العلم انه يقدر يعمل معامله ب 400 ولا 500 دولار. هذا افونتاج اسيدي اللي كيكون ميزه في اساس سبيل اسمح لي انا بغيت غير نفهم. شوف لا اساس سبيل الاخوان هاد النظام الجديد هذا جاب مجموعه ديال المزايا وجاب مجموعه ديال المساوئ الامور اللي كل واحد كيسمح لي هي ذاتيه كيمكن لي انا نشوفها في شكل وسي سمير يشوفها في شكل هادي ما نناقشوش فيها ولكن اللي مهم ها لي زافونتاج فينا هما. ما بغيتش نخاف علاش عن عدم الشارجي العقلي بيا ما نديرش انا المعاملات غير بالنسبه لي حنا كقطاع ديالنا ديال التجاره التجاره التقليديه حنا كنديروا ما كاينش التجاره اللي هي التجاره التقليديه هذه بالنسبه للناس اللي عندك التجاره اللي شويه كبيره يعني داك العمله الرقميه كيتعاملوا بالعمله في اطار لا في العمله الرقميه لا العمله شوف الدوله دابا غير فواحد التوجه ديال الهيكله ديال هذا الشيء اللي كنشوفو دابا مزيان غير دابا واعي تاع الفلوس داخله دابا السمساره ديال قال لك كيفاش تصرح دابا حالي مع الاخوان غير صرحوا كاين بعض الناس اللي طلبوا 150 درهم 200 درهم اسمح لي هذا البريزونطاسيون هذا التقديم اللي درنا غنشاركو معاكم في الاخر ويمكن لك انت تتابع المنهجيه وتصرح بيديك حنا نوريوك حنا جينا فاش جينا اخويا عبد الله سميتك عبد الله سي عبد الله والله العظيم جابوا لنا العيد كما كيحكم لنا المرحبا الهدف الرئيسي شكرا صراحه هو كيفيه المولوج هذا المسائل التقنيه باش ما تطيحوش كما قلتي دابا علاش دابا الثانيه هي اننا ما نجاش الدوله مثلا ما كديش المساجد تدوز الفلوس يعني كيف مازال الحال لا بغيناش مثلا نعلم البقصه كيفاش نوصل الضوء دابا ساعه وهذا ديروا لي راح ديروا علاش ما نجيبوش الفلوس على يدنا هذه المسائل هذه علاش علاش ما نجيبوش التواصل علاش ما نجيبوش التوعيه وهادشي علاش هذا اللي غنديروا بلا يوم ديروا وقت واحد قال مره يكون مثلا شي مباصح مش روح بلا ما نجيو مثلا مثلا
ولكن كاين شي موقع كاين موقع عندنا اذاعات يخلصوهم كم ودنا راه ما كنشوفش شحال الا ان كنشوفوهم من العرفه وقال لك شي يعني حنا كمواطنين حنا ولا كتجار ولا كتقولوا كنخلص ضرائب كندير شي كامل راه ما كنشوفوهم ما كنشوفوهم كنستقبل حتى حاجه اسيدي دابا حنا جبنا لكم السيد من الحساب الكبير هذا هو الشيء اسي عبد الله اسي عبد الله اسي عبد الله انا رغبتو سي سليم رغبتو اسمعني اسي سليم اسي عبد الله قلت لسي سليم والو غتجي معايا باش غنتعاونوا غنعطيو اللي عندنا كله غادي نعطيوه للاخوان جايين فهمتيني ولا ما نزيدو نخلو في الله كيفاش جايين بارك الله فيك بارك الله فيك جزاكم الله شكرا انت راه واحد ساكن حنا بالنسبه للناس اللي كنشوفو هنايا كاين الناس اللي ما قريهاش كاين الناس اللي ما كتعرف هادشي هذا اللي شفتي انت راه كاين اللي تعاودوا له تخلعوا هادشي اللي كتوريه انت هادشي حنا كاين شويه اللي هنا واعي ولكن الله احسن العوام حنا تيجر تاجر بسيط ما كيعرفش هادشي هذا راه تولي له هاد المعامل تقدر يسود المحل هو اللي كان عندي المحل يسود المحل ما يشوفش هادشي هذا الارقام هادو بزاف حنا حنا كنشوف الجار اللي ما شابه واعي شويه انا خلعني هادشي عرفتي الواحد عرفتي الواحد اللي بغيت نقول لك اللي بحال الجزافي ديال قبل 2014 السي كريم انا بغيت تكون كيما كتقول بغيت تكون على موضوع شوف السي كريم ما كملتش شوف السي كريم قبل التصريح الجزافي كنتي كتحط واحد الرواق كاينه ولا ما كاينش ايوا انت دابا تحط الارقام اللي كتشوف انت كنتي كتحط 2000 درهم ولا هذه تحطها بالعكس سمح لي والله تعيط كمل كاينه تقديم على باش نبلوتي لي هذه المساله هذه وغنسهل عليك كاينه بالعربيه راه كاينه اللي عطيتها له بالعربيه فيها قطع كاين بالعربيه واضحه تدخل دير هذه برك هذه دير هذه واحد ست سطور بالعربيه مكتوبين كيفاش انك دير الولوج اللي خاصها تسيفي صافي هذه بحال اللي عندها تكراي ديال الفيسبوك ولا شي كوم ديال الميساجري ولا هذه سي لا ميم شوز كدير هذه المضبطه ها انت عندك كوم ديالك كدخل رقم المعامله ديالك كديكلاري واحد النقطه مهمه هو عندك مشكل فاجئ حنا ما كنختلفوش هاد النقطة هادي راه كاينه وكاينه كاينه واحد الفئة اللي الله يحسن العون يعني صعيب كيصعب عليها وهادوك تصنت لي هادوك راه حنا دابا منظم عندنا واحد الإذن آخر الله يذكرهم بالخير راه كيجي واحد هكا كنقول له أسيستيه جلس تما كنخلي حوايج جلس ما كتأسيستيه مواكبة مواكبة في التصريح إذا حنا اسمح لي واسمح لي وحنا عاوتاني ما نبقاش نشوفوا البارح نكون والدين ما انا في الاول كتقول لي ملي كتجي لعندي في قبل اسمح لي انا كيعجبني نناقش مع الاخوان بهذا كتجي لعندي كتقول لي وانتم درتي لي قد وقد في هذا قدرتوا لي خطا ودابا ملي عطيناك انت تقدر هاك عطيني اللي بغيتي براسك دونك انت عندك السلطه التقديريه انت بالنسبه للتقدير هذا اسمح الله يجازيك الناس بالنسبه للتقدير اللي كيحسبوه واش فهمت راه كتقول واحد زعما انت بالنسبه